السلام عليكم متابعي قناة ستار تيوب الأعزاء، نقدم لكم في هذا الفيديو نتائج محترفينا مع أنديتهم في الدوريات العربية والأوروبية. الجولة 13 من الدوري الهولندي خسر نادي هيراكليز الميلو الهولندي الذي يضم لاعبنا المحترف محمد عثمان من نادي فورتونا سيتارت بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. نتمنى التوفيق لمحمد عثمان ولفريقه في المباريات القادمة. أما عن نتائج لاعبين المحترفين في الدوري العراقي، خسر نادي القوى الجوية العراقي الذي يضم محترفنا زاهر ميداني أمام نادي الحدود بهدف مقابل لا شيء. كما خسر نادي البحري الذي يضم لاعبنا حازم حيمي أمام نادي النفط بهدف مقابل لا شيء. كما خسر نادي النجف الذي يضم لاعبينا علاء الشبلي ومحمد حمدكو ب3 أهداف مقابل هدف واحد من الصناعات الكهربائية. أما عن نادي الزوراء الذي يضم لاعبنا حسين جويد فقد فاز على نادي نفط الوسط بهدف مقابل لا شيء سجله حسين جويد في الشوط الأول. كما فاز نادي أربيل الذي يضم لاعبنا رأفت مهتدي على نادي الحسين بغداد بهدفين مقابل هدف واحد. يذكر أن رأفت مهتدي صنع هدفاً في المباراة. أما عن نتائج لاعبينا في الدوري السعودي، في الجولة 10 فاز نادي التعاون الذي يضم لاعبنا جهاد الحسين على نادي الاتفاق ب4 أهداف مقابل هدفين. شارك جهاد الحسين كبديل في الدقيقة 86 من عمر اللقاء. وفي الجولة 10 أيضا تعادل نادي الهلال الذي يضم لاعبنا عمر خريبين مع نادي الفيصلي بهدف لهدف. شارك عمر خريبين كبديل في الدقيقة 90 من عمر اللقاء. أما عن فك الحظر عن الملاعب السورية فقد كان هناك عدة تصريحات، أحداها من إبراهيم عالمة حارس منتخبنا الوطني والآخر من السيد فهد الدباس. فلنستمع لما قاله العالمة عن فك الحظر عن الملاعب السورية. كلهم شكرا كثير كبير كثير 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 من قلبي على الرسالة اللي وصلتوها للعالم، عن جد شيء أنا فخور كثير بهيك ناس، هاي الشعب السوري. وأيضا بدوري السيد فهد الدباس تحدث وجاء في حديثه ما يلي: ما بتعرفوا نحن منتظرين لجنة لتجي، الملعب اللاذقية صار جاهز، حيجوا دغري على اللاذقية مشان هذا الموضوع، وإن شاء الله خلال الأيام هيعلنوا إمتى جيتهم على سوريا. نأمل قريبا فك الحظر عن الملاعب السورية وعودة الروح لملاعبنا أنديتنا وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني، ونأمل قريبا أن ترسم البسمة والفرحة على وجوه جماهيرنا السورية الوفية. دمتم برعاية الله.